ألتمس بكل أدب واحترام فضيلة الشيخ المقري محمد السيد أحمد شريف أن يتلو علينا بما فتح الله على قلبه من آيات بينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون.
قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور
لا الأطيار.